صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الذكور والإناث خريجي الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين على البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2023. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الذكور والإناث خريجي الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين على البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2023. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة، وسيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت tanseeq.mod.gov.eg، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 15 من نوفمبر 2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28 من نوفمبر 2023 على أن يتم تحديد موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا. كما سيتم فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارا من يوم السبت الموافق 18 من نوفمبر 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 30 من نوفمبر 2023.